السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. لازلنا في قراءة هذا الكتاب، شرح غاية السول للإمام جمال الدين ابن عبد الهادي المعروف بابن المبرد رحمه الله تعالى. وبلغنا قول المصنف: فصل. والنسخ أي تعريفه، في صفحة 261. فصل. والنسخ أي تعريفه، وله معنيان، إلى آخره. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والنسخ أي تعريفه، وله معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الشرع. فهو لغة الرفع والنقل، ومنه نسخ الكتاب، ومنه نسخ الكتاب، ويقال نسخ ظل الشمس. وشرعا رفع الحكم احتراز من الذوات الثابت بخطاب، أي شرعي متقدم بخطاب متراخ عنه، قاله الشيخ وغيره. وقولهم بخطاب متقدم لتخرج الإباحة الأصلية الثابتة بالعقل، إذ ورود الحكم بالخطاب الشرعي عليها ليس نسخا. نعم، إلى هنا أحسنت. يقول المؤلف رحمه الله: والنسخ أي تعريفه، وله معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الشرع، كما هو معروف في سائر المصطلحات الأصولية، بل سائر المصطلحات العلمية، أن يكون لها معنى في اللغة ومعنى في الشرع. ثم قال: فهو لغة الرفع والنقل، ومنه نسخ الكتاب، فإن معناه النقل، يعني قوله ومنه يعني ومن النقل، وقوله في الثاني ويقال يعني في النسخ الذي بمعنى الرفع، فاستشهد لكلا المعنيين. فالعرب تقول نسخ الكتاب أي نقله، يعني نقل ما فيه إلى موضع آخر، وهي الأوراق التي يكتب فيها. وبعض العلماء أراد أن يدقق في العبارة فقال هذا شبه النقل لا النقل، ففرق بين الأمرين، بين المعنيين النقل وشبه النقل. والفرق بينهما أن النقل لا يبقى فيه المنقول في الموضع الأول، بخلاف شبه النقل. والعرب تقول نسخت ما في الخلية، إذا نقل ما فيها فلم يعد فيها شيء، المنقول صار في موضع آخر وصار الأول فارغا. وأما شبه النقل فهو نقل مجازي، ومنه نسخ الكتاب أي نقل ما فيه. ثم قال: ويقال نسخ الظل الشمس، ويصح أن تقول نسخ الظل الشمس، فإن كثيرا من المصنفين يعكس في المثال، يقول ومنه نسخت الشمس الظل. وما ذكره المصنف صحيح أيضا، فإن الظل ينسخ الشمس، والشمس تنسخ الظل أي ترفعه. ثم قال: وشرعا رفع الحكم الثابت، إلى آخره. ثم أراد أن يشرح التعريف الاصطلاحي فقال: رفع الحكم احتراز عن رفع الذوات، فإن رفع الذات لا يسمى نسخا في الاصطلاح، والله سبحانه وتعالى رفع عيسى عليه السلام إليه، فلا يسمى نسخا لأنه رفع ذات لا رفع حكم. ثم قال: الثابت بخطاب أي شرعي. الثابت صفة للحكم المرفوع الذي نسخ. قال: الثابت بخطاب
أي شرعي، والمراد خصوص الآية والحديث، لأن النسخ لا يكون على الصحيح إلا بآية أو حديث، وكذلك المنسوخ لا يكون إلا آية أو حديثا، وإن جرى الخلاف في أنواع أخرى من الأدلة كما سوف يأتي كالإجماع والقياس. ثم قال: متقدم، هذا صفة للخطاب المنسوخ، وهو أنه متقدم أي في الزمان، لأن شرط المنسوخ أن يكون أولاً في الزمان، والناسخ يكون تالياً له في الزمان، فلا يكونان مقترنين في وقت واحد، هذا لا يكون في النسخ، إنما يكون في التخصيص. قال: متراخٍ عنه، يعني ولو يسيراً، ولو يسيراً كما سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يذكر الناسخ والمنسوخ في مجلس واحد، لكن بينهما فاصل، لأن نطقه صلى الله عليه وسلم بالخطاب يوجب العمل والاعتقاد، اعتقاد حقية هذا الحكم وصوابه، وأنه من عند الله وأنه يجب امتثاله، ثم قد يلفظ بالناسخ في نفس المجلس، لكن يكون بينهما مهلة قلت أو كثرت. قاله الشيخ وغيره، الشيخ كما عرفتم من قبل أنه موفق الدين ابن قدامة رحمه الله. ثم قال: وقولهم بخطاب متقدم لتخرج الإباحة الأصلية الثابتة بالعقل، يعني اشترط في المنسوخ أن يكون خطاباً أي آية أو حديثاً ليحترز عن رفع حكم البراءة الأصلية، الإباحة الأصلية، فإن دليلها العقل، لأن العقل لا يوجب على الناس شيئاً ما أوجبه الله، فالإباحة الأصلية رفعها لا يسمى نسخا، فإن الناس قبل نزول فرض الصوم أو الزكاة أو غير ذلك من الشرائع لم يكن واجبا عليهم، ولما جاء الخطاب الشرعي فمن شهد منكم الشهر فليصم، وكذلك وآتوا الزكاة وغير ذلك من النصوص الموجبة لهذه الفرائض لا يسمى نسخا في الاصطلاح، لأن الحكم الذي أزيل وألغي لم يثبت بخطاب، وإنما ثبت بالإباحة الأصلية. فقال: إذ ورود الحكم بالخطاب الشرعي عليها ليس نسخا، لا يسمى نسخا، لكن هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله إنما هو عند جمهور العلماء من الحنابلة والمالكية والشافعية، وأما الحنفية فيسمونه نسخا في صورة عندهم يسمونها النسخ الحكمي، وذلك أن الحنفية يقسمون النسخ قسمين: نسخا حقيقيا وهو النسخ المعروف عند غيرهم، خطاب قديم ثم خطاب جديد، والثاني يلغي الأول، والنسخ الحكمي فيما إذا تعارض الحاضر والمبيح، إذا تعارض نصان شرعيان أحدهما يحرم والآخر يبيح، وجهل التاريخ فلم نعرف المتقدم والمتأخر، فيفرضون الحاضر متأخراً تقديراً حكماً لا حقيقةً، لأنه قد جهل التاريخ. لما؟ قالوا: حتى لا يقع النسخ مرتين، فإننا لو قدمنا الحاضر قدرنا تقديم الحاضر وقدرنا تأخير المبيح لكان الحاضر الأول ناسخاً للبراءة الأصلية، ثم يكون المبيح بعده ناسخاً للحظر، فيقع النسخ مرتين، والنسخ خلاف الأصل، فالتقليل منه أولى من التكثير،
منه، لأن الأصل في الشرائع في الأحكام هي الاستمرار لا الإلغاء والنسخ. نعم. قال رحمه الله: وأهل الشرائع على جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا، بقوله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وخالف أكثر اليهود في الجواز وأبو مسلم الأصفهاني في الوقوع وسماه تخصيصا، فقيل خالف، وخلافه إذن لفظي. ولا يجوز على الله البداء، وهو تجدد العلم عند عامة العلماء، وكفرت الرافضة بقولهم بجوازه، وقد أشار إلى ذلك الرازي في تفسيره، وهو أمر مستنكر. نعم. يقول: وأهل الشرائع على جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا. بعد أن عرف المصنف رحمه الله النسخ لغة واصطلاحا، شرع في بيان حكمه فقال: أهل الشرائع. وبدأ المصنف رحمه الله بهذه اللفظة على غير عادة في المسائل الأصولية ليناسب ما بعده، لأن المخالف هنا هم من غير الملة، فقال: وخالف أكثر اليهود، فناسب أن يبدأ المسألة بقوله: وأهل الشرائع، وهذا من محاسن الكتاب. فقال: وأهل الشرائع على جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا. أما جوازه عقلا فلأنه لا يمتنع في العقل أن الآمر الذي يجب طاعة أمره، أو الناهي الذي تجب طاعته في نهيه، أن يأمر بشيء أو ينهى عنه، ثم بعد مدة ينهى عما أمر به ويأمر بما نهى عنه لاقتضاء المصلحة هذا، فإن ذلك غير ممنوع في العقل. وأما وقوعه شرعاً فكثير، وهو أكثر من أن يحصى في عند بعضهم، وقيل إنه ليس كثيراً، والخلاصة أنه واقع. المهم أنه قد وقع كآيتي المصابرة، فإن الأولى أوجبت الثبات في القتال على المسلم لعشرة من الكفار، ثم جاءت الآية التي تليها فنسخت ذلك بوجوب مصابرة اثنين من الكفار بدلاً من عشرة، فهذا نسخ. والمصنف استدل على الجواز الشرعي بدليل عام، فقال: لقوله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ثم أشار إلى شرع في ذكر المذهب الثاني في المسألة بقوله: وخالف أكثر اليهود في الجواز. في الجواز لعل مراد المصنف الجواز الشرعي، وإلا فاليهود اختلفوا، فبعضهم منعه عقلا وشرعا، وبعضهم منعه شرعا لا عقلا. فالجواز هنا محتمل الجواز الشرعي والجواز العقلي. قال: وخالف أكثر اليهود في الجواز وأبو مسلم الأصفهاني في الوقوع. في الوقوع يعني الوقوع الشرعي، هل وقع أو لا. وأبو مسلم الأصفهاني من المعتزلة، توفي سنة 322 هجرية. قال: وسماه تخصيصا، فقيل خالف. الفاء هذه فاء السببية، وبه يتضح هذا الكلام. يقول: أبو مسلم الأصفهاني سمى النسخ تخصيصا، فلأجل هذا قال بعض الأصوليين حين نقل عنه: خالف في المسألة. هذا معنى العبارة، يعني فلأجله قيل خالف. ثم قال: وخلافه إذن لفظي، يعني وبناء على هذا يكون خلافه لفظياً في المسألة. لماذا؟ لأن أبا مسلم حينئذ إنما سماه تخصيصاً، وغيره يسميه نسخاً، ولو سئل كل فريق عن اللفظ الذي قاله لم ينكره الفريق الآخر، وهذا هو معنى الخلاف اللفظي.
وتسمية النسخ تخصيصاً لا شك أنه صحيح حتى من حيث الاصطلاح، فإنه اصطلاح قديم كان يستعمله السلف استعمال التخصيص ويريدون به النسخ. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز على الله البداء بفتح الباء. ثم فسره المؤلف رحمه الله بقوله: وهو تجدد العلم عند عامة العلماء. وهو تجدد العلم، هذا تفسير البداء، ومعناه أن يظهر العلم بعد خفائه، هذا معنى تجدد العلم، ظهور العلم بالشيء بعد خفائه، ظهور المصلحة بعد خفائها بالنسبة للنسخ في الأحكام. وهذا محال في حق العليم سبحانه وتعالى. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وكفرت الرافضة بقولهم بجوازه. وهذا صحيح، لأن هذا القول كما ذكر في آخر الكلام أنه أمر مستنكر عظيم، فهو إذن يفضي إلى الكفر ولا شك في ذلك. نعم، طبعاً وجه المسألة الأخيرة هو وجه علاقتها بالنسخ، هو أن النسخ يقتضي المصلحة، يقتضي ماذا؟ المصلحة، لكن هذه المصلحة إنما هي تتعلق بأفعال العباد، لأن الناس قد يكون الحكم في زمان أصلح لهم من غيره في زمان آخر. وأما علم الله سبحانه وتعالى فهو شيء واحد لا يتغير ولا يتجدد، فهو يعلم ما كان وما سيكون وما هو أصلح للعباد. نعم. قال رحمه الله: وبيان الغاية المجهولة، كقوله تعالى: حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، هل هي نسخ أم لا؟ فيه خلاف لأصحابنا وغيرهم. ويجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت، ذكره القاضي وابن عقيل إجماعا، وكذا قبل وقت الفعل عند أصحابنا وغيرهم، خلافا لأكثر الحنفية والمعتزلة. نعم، يقول: وبيان الغاية المجهولة، الواو واو الاستئناف، وبيان مبتدأ والخبر هو الجملة الإنشائية في قوله هل هي نسخ أم لا. وبيان الغاية المجهولة فقوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. والشاهد في آخر الآية في قوله أو يجعل الله لهن سبيلا، فإن الحكم هنا قد مده الشارع إلى غاية مجهولة، أو يجعل الله لهن سبيلا طريقا، ما هو؟ ما يعرف المكلف عند نزول الآية، ما يدرون ما هو هذا السبيل. ومد الحكم إلى غاية مجهولة يشعر المكلفين بتغير الحكم بعد هذه الغاية، فينتظرون حكما جديدا بعد الغاية، فهل يسمى نسخا؟ مد الحكم إلى غاية، هل يسمى نسخا؟ لأن الحكم سوف يتغير بعد الغاية. فقال: فيه خلاف لأصحابنا وغيرهم. والصحيح عندهم عند الحنابلة، وهو قول أكثر العلماء أيضا، أنه لا يسمى نسخا، لا يسمى نسخا. قال: ويجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت. هذا شروع في مسألة جديدة، وهي أن نسخ الفعل أو نسخ الحكم قبل التمكن من الامتثال. وذكر المصلف فيه صورتين: الصورة الأولى محل إجماع فتكون كتحرير المحل النزاع، والصورة الثانية هي التي وقع فيها الخلاف. يقول: ويجوز النسخ قبل الفعل، يجوز نسخ
الحكم الشرعي قبل أن يفعله المكلفون بعد دخول الوقت، يعني بعد التمكن من الامتثال، بعد الاستطاعة والقدرة، لأن الوقت قد دخل، الوقت قد دخل، فالإمكان ثابت. وبعضهم قال وابن عقيل ذكره القاضي وابن عقيل إجماعا، نعم ذكره ابن عقيل كما ذكر المؤلف، وذكره شيخه القاضي أبو يعلى، وذكره غيرهما من الأصوليين أن هذا محل إجماع. ثم قال وكذا قبل وقت الفعل عند أصحابنا، هذه الصورة الثانية، هذه هي الصورة الثانية، وهو أن ينسخ الحكم قبل فعل المكلفين وذلك قبل دخول الوقت، قبل دخول وقت الامتثال. وهذا هو معنى قولهم النسخ قبل التمكن، النسخ قبل التمكن من الامتثال، يعني قبل دخول الوقت. قال عند أصحابنا وغيرهم، ثم قال خلافاً، هذا المذهب الثاني، خلافاً لأكثر الحنفية والمعتزلة. قوله عند أصحابنا وغيرهم، نعم هذا صحيح، هو مذهب الحنابلة وهو مذهب بعض الحنفية كالبزدوي والسرخسي والكرخي وأبي منصور الماتريدي وغيرهم رحمهم الله. لكن الإشكال في قوله خلافاً لأكثر الحنفية، لأن أكثر الحنفية على الجواز، يعني ما نقله المصنف هنا قد لا يكون صواباً، والصواب أن أكثر الحنفية هم مع المذهب الأول، مذهب أكثر العلماء. قال والمعتزلة، وهذا صحيح، ومعهم أيضاً بعض الشافعية كالصيرفي وابن برهان وبعض الحنابلة كأبي الحسن التميمي، يعني جماعة من العلماء خالفوا في المسألة. والصحيح هو مذهب جمهور العلماء، ويمثل لذلك، يمثل بعضهم لذلك بما وقع في خيبر حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة الذين سبقوه في الوصول إلى خيبر، فوجد قدورهم تغلي بلحوم الحمر الإنسية، الحمر الأهلية، فأمر بإكفاء ما فيها، قال أهريقوا ما فيها واكسروها، أمر بكسرها، كسر الأواني، هذا حكم الآن، والوقت حاصل لأنه يجب الكسر فورا. ثم أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن غسلها، حين قال بعض الصحابة أو نغسلها، قال أو ذاك، يعني إذن منه صلى الله عليه وسلم أن يغسلوها ويستعملوها ويتركوا كسرها، فهذا نسخ. ومن ذلك أيضا ما روي عن حمزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا على سرية وقال إن وجدتم فلانا فحرقوه بالنار، إن وجدتم فلانا فحرقوه بالنار. فلما تولى الرجل، الآن الحكم ثابت ويجب العزم عليه، فلما تولى الرجل قال إن وجدتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه بالنار، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا نسخ قبل الامتثال، قبل التمكن من الامتثال، والله أعلم. قال رحمه الله ولا يجوز النسخ قبل علم المكلف بالمأمور به لعدم الفائدة باعتقاد الوجوب والعزم، وجوزه الآمدي لعدم مراعاة الحكم في أفعاله الحكم لعدم أحسن الله عليك وجوزه الآمدي لعدم مراعاة الحكم في أفعاله. نعم، هذه مسألة
مسألة نسخ الحكم قبل العلم بالمنسوخ، وهي تختلف عن مسألة نسخ الحكم قبل العلم بالناسخ. هذه المسألة هي مسألة نسخ الحكم قبل العلم بالمنسوخ. فقال: ولا يجوز النسخ قبل علم المكلف بالمأمور به، يعني أن يشرع الله شيئاً، يأمر بشيء ثم ينسخه والناس ما علموا الأمر الأول المنسوخ. وضحت المسألة؟ يأمر الله بشيء ولم يعلم العباد به ثم ينسخه، فيعرف الناس الناسخ وما عرفوا من قبل المنسوخ، فقال مثل هذا لا يجوز. لماذا؟ قال: لعدم الفائدة باعتقاد الوجوب والعزم، يعني أن الفائدة من تشريع الحكم حتى لو نسخ قبل الامتثال، لكن فيه فوائد أخرى، منها أن يعرف الناس وجوبه ويعتقدوا حقيته ويعزموا في أنفسهم على امتثاله. هذه من فوائد تشريع الأحكام. وهل هذه الأمور موجودة في مسألتنا؟ لا، غير موجودة، لأنهم ما علموا أصلاً بالحكم الأول، فما يتصور اعتقاد الوجوب والعزم على الامتثال، فيكون هذا ضرباً من العبث، والحكيم ينزه عنه سبحانه وتعالى. ثم قال: وجوزه الآمدي، وعلل ذلك المصنف بقوله: لعدم مراعاة الحكم في أفعاله، وهي مسألة كلامية، لأن الأشاعرة يمنعون تعليل أفعال الله وأحكامه. مسألة نسخ 50 صلاة إلى 5 صلوات، هذا نسخ، لكن ليس هو مثال مسألتنا هذه، يعني يبدو والله أعلم أن هذه المسألة الأخيرة التي قرأناها نسخ الحكم قبل علم المكلفين بالمأمور به الأول، يبدو أنها مسألة افتراضية لا وجود لها. وأما مسألة نسخ 50 صلاة إلى 5 صلوات فهي ليست من ذلك. لماذا؟ لأن الحكم الأول قد علم به بعض المكلفين قبل الناسخ. من هو؟ أحسنتم، الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم الحكم الأول، وهو واحد من جملة المكلفين، ولهذا ذكر بعضهم هذه المسألة، هذا المثال مثالا للمسألة السابقة وليس لهذه المسألة الأخيرة، لأنها مسألة افتراضية محضة ليس لها مثال صحيح، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: ويجوز نسخ أمر مقيد بالتأبيد، نحو صوموا أبدا عند الجمهور. وفي نسخ الأخبار خلاف، منعه الأكثر وجوزه قوم، وفي مطلق الأخبار، وذلك في مطلق الأخبار، فلو أخبر بقيام زيد ثم أخبر بعدم قيامه فليس ذلك بنسخ على الأول، لأنه يفضي إلى الكذب، وعلى جوازه نسخ لاحتمال تغيره، وقيل إن جاز تغيره جاز نسخه وإلا فلا. ولو قيد الخبر بالأبد لم يجز، اختاره الأكثر، وقيل بلى، اختاره الآمدي وغيره. أحسنت إلى هنا. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز نسخ أمر مقيد بالتأبيد. هذه مسألة جديدة. الحكم قد يكون مطلقاً وقد يكون مقيداً بالتأبيد. الحكم المطلق كما في أكثر أمثلة النسخ، مثل نسخ المصابرة لـ10 إلى المصابرة لـ2 في القتال، ونسخ ادخار لحوم الأضاحي بإباحة ادخار لحوم الأضاحي، وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة. هذا الحكم المطلق.
أما مسألتنا هذه فهي في الصورة الثانية، وهي نسخ الحكم المقيد بالتأبيد، يعني الحكم الشرعي الذي شرعه الله لعباده وقرنه بالتأبيد بلفظ يدل على التأبيد، كما يقول المصنف هنا، يعني مثل بأمثلة، أن يقول مثل بمثال افتراضي، أن يقول صوموا أبدا، الشاهد بقوله أبدا، هذا تأبيد. فالتأبيد يشعر باستمرار الحكم، هذا معنى أبدا. فهل يجوز نسخه أو لا يجوز؟ مثل قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، يعني في شأن القاذفين، وقوله تعالى لا تقم فيه أبدا، يعني مسجد الضرار، وقوله سبحانه ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، يعني المنافقين والكفار. فهل يجوز نسخ مثله، مثل هذا الحكم المقرون بالتأبيد، يجوز أو لا؟ قولا للعلماء، فقال ويجوز عند الجمهور، يجوز نسخ الحكم المقرون بالتأبيد عند جمهور العلماء، والأمر كما ذكر المصنف رحمه الله، نعم هو مذهب الجمهور، لكن الصحيح عند الحنفية المنع، الصحيح في مذهب الحنفية أنه لا يجوز. قال وفي نسخ الأخبار خلاف، هذه مسألة جديدة، وفي نسخ الأخبار خلاف، ثم شرع في ذكر القولين الثلاثة أقوال في المسألة، سوف يذكر ثلاثة أقوال في المسألة. نسخ الأخبار هكذا أطلق المصنف في صدر المسألة، نسخ الأخبار في نسخ الأخبار خلاف منعه الأكثر، هذا المذهب الأول، أكثر العلماء منعوا جواز نسخ الخبر، يعني الآية والحديث الذي بصيغة الخبر، ثم قال وجوزه قوم، هذا المذهب الثاني، جوزه قوم من المعتزلة وأيضا بعض الشافعية كفخر الدين الرازي رحمه الله، ثم قال وذلك في مطلق الأخبار، وذلك إشارة إلى محل النزاع، إشارة إلى صورة النزاع، فقال وذلك في مطلق الأخبار، في مطلق الأخبار، وهذا الإطلاق سوف يفسره المذهب الثالث الذي سوف يذكره. فالمراد أن النزاع بين الفريقين الأولين وقع في مطلق الأخبار، أي آية أو حديث بصيغة الخبر لا يجوز نسخها، لا يجوز نسخه. قال فلو أخبر بقيام زيد ثم أخبر بعدم قيامه فليس ذلك بنسخ على الأول. ما هو الأول؟ يعني المذهب الأول، مذهب القائلين بالمنع. لما؟ قالوا لأنه يفضي إلى الكذب، ثم قال وعلى جوازه نسخ، يعني وعلى القول بجوازه وهو مذهب الثاني يعتبر نسخا. لما؟ لأنهم يجوزون النسخ في الخبر. قالوا لاحتمال تغيره، لاحتمال تغيره، والحقيقة أن هذا المذهب الثاني فيه إشكال، ولهذا لا بد من التفصيل الذي ذكره أصحاب المذهب الثالث، لأن القول بجواز النسخ للخبر مطلقا يفضي إلى الكذب في خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا محال. ولهذا قال أبو جعفر
النحاس رحمه الله في كتابه ناسخ القرآن ومنسوخه أو الناسخ والمنسوخ من القرآن، قال: وهذا قول عظيم جدا، وهو يؤول إلى الكفر، لأن قائلا لو قال قام فلان ثم قال لم يقم فلان وقال نسخته، يعني أنا أردت نسخه، لكان كاذبا، لكان كاذبا، انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال: وقيل، هذا المذهب الثالث، إن جاز تغيره جاز نسخه وإلا فلا، وهذا الثالث الحقيقة أنه هو الصواب، مع أنه أخره في الذكر وصدره بكلمة قيل، إلا أن يكون لا يريد ظاهرها وهو التضعيف. وقيل إن جاز تغيره، يعني إن جاز في مثل هذا الخبر أن يتغير ويتبدل جاز النسخ وإلا فلا. ويتصور هذا في الخبر الذي مدلوله الإنشاء، بمعنى إذا جاء الحكم الشرعي بصيغة الخبر لا يمسه إلا المطهرون مثلا، فإنه خبر لكن معناه يعني الأمر أنه لا والنهي، يعني النهي لا أنه لا يجوز أن يمسه إلا المطهرون، ومن دخله كان آمنا، هذا خبر لكن معناه الأمر، يعني أمنوا من دخل الحرم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هو خبر لكن معناه الأمر، يعني ليتربصن، فهذا خبر يجوز تغيره. لما جاز؟ لأنه حكم، والحكم يجوز عليه التغير، ولهذا وجد النسخ، فمثل هذا يجوز. قال: وإلا فلا، بالإجماع، يعني ينبغي أن يكون إجماعاً، ما يشك في هذا، يعني وإن لم يجز تغيره لم يجز نسخه. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاماً، هذا خبر محض، ليس إنشاء، ليس إنشاء وتشريع حكم، إنما يخبر الله عن نبيه ورسوله نوح عليه السلام أنه لبث في قومه يدعوهم إلى الدين، إلى دين الله، 1000 سنة إلا 50 عاما. فمثل هذا كيف يجوز فيه التغير؟ ما يجوز فيه التغير إلا بالكذب، وهذا محال في حق الله سبحانه وتعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك إخبار الله عما سيقع: أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمه. فمثل هذا هل يجوز تغيره؟ هذا محال أن يتغير. ثم قال: ولو قيد الخبر بالأبد لم يجز، اختاره الأكثر. ولو قيد، يعني صورة أخرى من صور المسألة، وهو أن يأتي الخبر إلا أن هذا الخبر جاء مقرونا بالتأبيد بالأبد، فهل يجوز نسخه أو لا؟ ماذا قال؟ قال: لم يجز نسخه عند أكثر العلماء، خالدين فيها أبدا. هذا خبر، أخبر الله عن أهل الجنة أنهم يخلدون فيها، فهذا لا يجوز فيه النسخ والتغير. قال: وقيل بلى، اختاره الآمدي وغيره. وطبعا وقيل بلى بمعنى أنه يجوز نسخ الخبر المقرون بالتأبيد، والحقيقة أن هذا المذهب ينبغي حمله على الخبر الذي هو بمعنى الإنشاء والحكم، فتكون كالمسألة السابقة: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، لأن هذا خبر لكن معناه النهي، يعني ينهاكم الله أن تعودوا لمثل هذا الإفك أبدا. قال: اختاره الآمدي وغيره كأبي الخطاب الكلوذاني رحم الله الجميع.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجوز النسخ إلى غير بدل اختاره الجمهور، كنسك تحريم ادخار لحوم الأضاحي وتحريم أكل من نام قبل أن يفطر إلى الليلة القابلة، خلافاً لقوم، واحتجوا بقوله عز وجل: نأتي بخير منها أو مثلها. ويجوز النسخ بأثقل كنسخ عاشوراء برمضان، وبأخف كنسخ عدم الفرار من عشرة الأمثال بالمثلين، ونسخ التلاوة دون الحكم كنسخ آية الرجم لقول عمر رضي الله عنه: كان فيما أنزل الله آية الرجم، ولمالك والشافعي وابن ماجه: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، يعني من منسوخ القرآن. قال ابن عقيل: علقه على الشيخين لإحصانهما غالبا، وعكسه وهو نسخ الحكم دون التلاوة كقوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، نسخ بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، نسخ بقوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. أحسنت. يقول المؤلف رحمه الله: ويجوز النسخ إلى غير بدل اختاره الجمهور. النسخ إما أن يكون إلى بدل، وهذا محل اتفاق، والأمثلة فيه كثيرة جدا، أن يبدلهم مكان الحكم الأول حكما آخر جديدا يكون بدلا منه. والصورة الثانية هي النسخ إلى غير بدل، يعني مجرد رفع الحكم ويسكت الشارع عن ذكر الحكم الجديد، عن ذكر البدل، فهذا هو محل النزاع. فقال: يجوز النسخ إلى غير بدل اختاره الجمهور. نعم، هو قول جمهور العلماء. قال: كنسخ تحريم ادخار لحوم الأضاحي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على الصحابة رضي الله عنهم أن يدخروا لحوم الأضاحي في إحدى السنين، وبعد سنة واحدة رفع عنهم هذا الحظر، ولم يذكر الحكم الجديد هل هو مباح أو مستحب أم واجب أم ماذا، لم يذكر، إنما رفع الحظر فقط، هكذا قيل. وتحريم أكل من نام قبل أن يفطر إلى الليلة القابلة، هذا كان في أول الإسلام، كان الحكم الشرعي أن الإنسان إذا يعني جاء المغرب، يعني قبل المغرب العصر مثلا قبل أذان المغرب ونام، يجب عليه أن يمسك بقية الليلة، الليلة يعني التالية ما يفطر فيها، واليوم الذي يليه فلا يفطر إلا في الليلة القابلة، يعني يبقى يومين صائما. ثم نسخه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أحل لكم ليلة الصيام الرفث، وقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين الآية، نسخ هذا. فالنسخ يقولون أصحاب المذهب الأول إنه إلى غير بدل. قال: خلافاً لقوم، جماعة من العلماء وكذلك هو مذهب المعتزلة، أنه لا بد في النسخ من بدل، واستدلوا بظاهر قوله تعالى: نأتي بخير منها أو مثلها، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى، ووعده لا يتخلف، والآية عامة ما خصصت، يعني ما خصصها شيء، فوجب اعتبار عمومها. والحقيقة أن المذهب الأول فيه إشكال، يعني حتى في الأمثلة ادخار لحوم الأضاحي، ألم يقول: ألا فكلوا وادخروا؟ هذه صيغة ولا لا؟ صيغة تدل على الحكم وهو الإباحة. وكذلك الثاني: فالآن باشروهن وكلوا واشربوا، أليست صيغا؟ هي صيغا دالة على حكم، وهو الحكم الجديد الذي هو الناسخ،
فالمذهب الأول فيه إشكال، فيه إشكال. ثم قال: ويجوز النسخ بأثقل كنسخ عاشوراء برمضان، يجوز النسخ من الحكم الانتقال، يعني من الحكم الخفيف إلى الحكم الثقيل، فإن عاشوراء كان واجبا، وحين كان واجبا لم يكن صوم رمضان واجبا، إذن الواجب على الناس صوم يوم واحد في السنة، ثم نسخه الله بوجوب صوم رمضان وهو شهر كامل، فانتقلوا من يوم إلى 30 أو 29، وهذا نسخ إلى أثقل. ثم قال: وبأخف، وهو عكسه، عكس الصورة الأولى، يكون الانتقال من الحكم الثقيل إلى الحكم الخفيف. قال: كنسخ عدم الفرار من 10 الأمثال بالمثلين في المصابرة في القتال، كان الواجب على المجاهد المسلم أن يصابر، أن يثبت في القتال فلا يفر أمام 10 من المشركين، ثم نسخ بالمصابرة لاثنين: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ثم نسخ في التي تليها: فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فنسخ 10 إلى 2 وهو أخف. ثم قال: ونسخ التلاوة دون الحكم، يجوز أن ينسخ الله تلاوة الآية ويبقي حكمها، مثل آية الرجم لقول عمر رضي الله عنه: كان فيما أنزل الله آية الرجم، آية الرجم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولمالك، يعني الآن شروع في يعني في الاستدلال على ما هي هذه الآية، يعني يريد ما هي، يبين ما هي هذه الآية المنسوخة. فقال: ولمالك، يعني ولمالك رحمه الله رواية في موطئه، وللشافعي في مسنده، ولابن ماجة في سننه: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. كانت هذه آية تتلى في القرآن، ثم نسخت وبقي حكمها إلى يوم القيامة. قال: يعني من منسوخ القرآن، يعني أن هذا من منسوخ القرآن. ثم قال: قال ابن عقيل، أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي الحنبلي، قال في كتابه الواضح: علقه على الشيخين، يعني علق الحكم وهو وجوب الرجم بالشيخين لإحصانهما غالبا، يعني لأن الغالب في أن الكبير يكون له زوجة وذرية، وإلا فليس له مفهوم مخالفة، فإن الشابين أيضا يجب عليهما الرجم إذا كانا محصنين. طبعا إذا فسر هذا طبعا بناء على تفسير الشيخ والشيخة بالكبير والكبيرة، لكن لو فسر بالمحصن والمحصنة ما نحتاج إلى هذا الكلام. قال: وعكسه وهو نسخ الحكم وبقاء التلاوة، فقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، نسخ بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، كان عدة المتوفى عنها سنة كاملة، تبقى سنة كاملة ما تخرج تعتد. ثم نسخ حكم الآية وبقي تلاوتها بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجوز نسخ كل من الكتاب ومتواتر السنة وآحادها بمثله. نسخ الكتاب بالكتاب كما قدمنا، وكذلك يجوز نسخ متواتر السنة بمثله، وكذلك آحادها بمثله، كحديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه في قوله: أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أو شهرين، كنت رخصت لكم في جلود الميتة
فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، وفي رواية ولا جلد، ناسخ لقوله عليه السلام أيما إهاب دبغ فقد طهر، ولحديث شاة ميمونة رضي الله عنها، ونسخ السنة بالكتاب على الأصح اختاره الأكثر كنسخ صلاته عليه السلام المنافقين بقوله تعالى ولا تصلي على أحد. يبدو أن هناك سقطا على أحسن على المنافقين، صلى الله عليكم. ونسخ السنة بالكتاب على الأصح اختاره الأكثر كنسخ صلاته عليه السلام على المنافقين بقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وكنسخ أمره عليه السلام بصوم يوم عاشوراء بشهر رمضان. نعم، أحسنت. يقول المؤلف رحمه الله ويجوز نسخ كل من الكتاب ومتواتر السنة وآحادها بمثله، هذا المتن. ثم قال نسخ الكتاب بالكتاب كما قدمنا، يعني مثاله ما تقدم في الصفحة السابقة، وهو ماذا؟ نسخ التخيير بين الإطعام والصوم بوجوب الصوم، ونسخ العدة المتوفى من سنة إلى 24 وعشرة. قال وكذلك يجوز نسخ متواتر السنة بمثله، يعني بمتواتر، يجوز أن ينسخ المتواتر بالمتواتر، وهذا لا يوجد له مثال فيما أظن، ليس له مثال. قال وكذلك آحادها بمثله، يعني ويجوز نسخ آحاد السنة بآحاد السنة، سنة أحادية تنسخ سنة أحادية. ثم مثل المصنف رحمه الله لذلك بقوله كحديث عبد الله بن عكيم الجهني رضي الله عنه حين قال أتانا يعني يقصد مع قومه، يعني في جهينة جاءهم خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم، رسالة، قال أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أو شهرين كنت رخصت لكم، كنت إشارة إلى خطاب سابق متقدم يجوز الانتفاع بإهاب الميتة وعصبها، قال كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، وفي رواية ولا جلد، الإهاب هو الجلد وقيل بينهما فرق. قال ناسخ لقوله عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر، ولحديث، يعني وهو أيضا ناسخ لحديث شاة ميمونة هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، أيضا منسوخ بالحديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه. ثم قال ونسخ السنة بالكتاب على الأصح، يجوز أن تكون السنة هي المنسوخة والكتاب العزيز يكون هو الناسخ. قال على الأصح اختاره الأكثر، نعم هو قول أكثر العلماء. قال كنسخ صلاته عليه الصلاة والسلام على المنافقين حين صلى على عبد الله بن أبي بقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. إذن المنسوخ سنة والناسخ قرآن. ثم قال وكنسخ أمره عليه الصلاة والسلام بصوم يوم عاشوراء بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، المنسوخ سنة والناسخ قرآن. ثم سوف يذكر المصنف بعد ذلك عكس هذه المسألة وهو نسخ الكتاب العزيز بالسنة المشرفة، فقال قال رحمه الله أما نسخ القرآن بخبر متواتر فجائز عقلا اختاره القاضي ويجوز شرعا في رواية اختارها أبو الخطاب، ثم قيل وقع اختاره ابن عقيل، وقيل لا اختاره أبو الخطاب، ولا يجوز في رواية أخرى اختاره ابن أبي موسى والقاضي والشيخ، ولا يجوز نسخه بخبر الآحاد شرعا اختاره الأكثر، وقيل بلى
قطع به القاضي، ولا يجوز نسخ المتواتر بأخبار الآحاد، اختاره الأكثر وجوزه داود وغيره، وهو قياس قول القاضي وابن عقيل. أحسنت. يقول: أما نسخ القرآن بخبر متواتر، الآن شروع في عكس الصورة السابقة، وهو نسخ الكتاب العزيز بالسنة المشرفة، إلا أن السنة نوعان: متواترة وأحادية. فقال: أما نسخ القرآن بخبر متواتر فجائز عقلا، اختاره القاضي، يعني لأنه لا يمنع منه مانع. دليل العقل دائما سهل عند الأصوليين، يقول ما يعني ما يلزم منه محذور، ما يلزم منه تناقض. قال: اختاره القاضي أبو يعلى، ويجوز شرعا، يجوز أن ينسخ الكتاب العزيز بالسنة المتواترة. قال: في رواية، يعني عن أحمد رحمه الله، اختارها أبو الخطاب الكلوذاني، ثم قيل وقع، يعني بعد القول، ثم قيل يعني بعد القول بالجواز، هل وقع أم لا؟ يعني يجوز شرعا أن ينسخ الكتاب بخبر متواتر عند هؤلاء أصحاب القول الأول، لكن بعد ذلك هل وقع أم لا أو لا؟ قال: ثم قيل وقع، يعني ثم اختلف أصحاب المذهب الأول على قولين في الوقوع وعدم الوقوع، ثم قيل وقع، اختاره ابن عقيل، وقيل لا، اختاره أبو الخطاب. وضحت العبارة؟ أعيد. الآن نسخ الكتاب العزيز بالسنة المتواترة، هل يجوز أو لا شرعا أو لا؟ المذهب الأول أشار إليه بقوله: ويجوز شرعا، في رواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه منهم أبو الخطاب. هذا لازال القول الأول، لم يأتي إلى الآن إلى القول الثاني أنه لا يجوز. لكن يقول: أصحاب القول الأول المجوزين لنسخ الكتاب بالسنة المتواترة اختلفوا، هل وقع ذلك في الشرع أم أنه بالاستقراء لم يقع، وإنما مجرد جواز، يجوز فقط أن يقع، واضح؟ واختلفوا على قولين أيضا. ثم ذكر المذهب الثاني في أصل المسألة فقال: ولا يجوز في رواية أخرى، يعني ولا يجوز نسخ الكتاب العزيز بالسنة المتواترة في رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله، فهذا هو القول الثاني في المسألة. قال: اختاره ابن أبي موسى، اختار هذا القول وهو عدم الجواز ابن أبي موسى الشريف، ابن أبي موسى صاحب كتاب الإرشاد المتوفى سنة 428 هجرية، والقاضي أبو يعلى، والشيخ موفق الدين ابن قدامة. ثم قال: ولا يجوز نسخه بخبر الآحاد شروع في الصورة الثانية، لما قلنا إن نسخ الكتاب بالسنة، السنة قد تكون متواترة وقد تكون أحادية، المتواترة أتينا عليها، والآن نسخ الكتاب العزيز بالسنة الأحادية. قال: ولا يجوز نسخه، أي القرآن، بخبر الآحاد شرعا، اختاره الأكثر، اختاره الأكثر، والأمر كما ذكر المصنف رحمه الله، نعم هو مقول أكثر العلماء من المتقدمين والمتأخرين. قال: وقيل بلى، قطع به القاضي. وقيل إشارة إلى القول الثاني وهو مذهب الظاهرية، وهو أيضا مذهب بعض الشافعية وبعض الحنابلة كالقاضي أبي يعلى وتلميذه أبي الخطاب رحمهم الله جميعا، مثل قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. الوصية هي نائب الفاعل، يعني كتب عليكم الوصية، فرض الله عليكم الوصية، الوصية للوالدين والأقربين. ثم نسخ بحديث، يعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، نسخ الكتاب العزيز بالسنة الأحادية فيما يقال. نعم. ولا يجوز نسخ المتواتر بأخبار الآحاد، لا يجوز نسخ المتواتر يعني من السنة بأخبار الآحاد،
يعني قوله المتواتر المراد هنا متواتر السنة لا مطلق المتواتر. قال بأخبار الآحاد، وهذا لا يوجد له مثال صحيح، لا يوجد له مثال. نعم بعضهم مثل بخبر أهل قباء لما كانوا يصلون إلى بيت المقدس فجاءهم رجل واحد فقط وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه البارحة قرآن يأمركم أن تستقبلوا الكعبة أو كما ورد. الحكم الأول ثبت بالتواتر وهو التوجه إلى بيت المقدس، والناسخ ثبت بخبر الآحاد لأن هذا رجل واحد أخبرهم. لكن الحقيقة أن الناسخ هنا هو ماذا؟ هو القرآن، هو القرآن، ليس هذا الخبر، هذا فقط مبلغ يبلغهم آية عن 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 النبي صلى الله عليه وسلم. قال اختاره الأكثر، نعم هو قول الأكثرين كما ذكر المؤلف، وجوزه داود وغيره، بعض الحنابلة جوزوا أن ينسخ المتواتر من السنة بخبر الآحاد، يعني يقولون لأن محل النسخ هو الحكم، والحكم أصلاً حتى في شرعه ابتداءً ما يشترط في ثبوته التواتر، ومن ثم إذا ما اشترط في ثبوته التواتر لا يشترط في إلغائه التواتر، هكذا يقولون. ثم قال وهو قياس قول القاضي وابن عقيل، يعني أن هذا المذهب الثاني هو قياس قول القاضي أبي يعلى رحمه الله، لأنه من يعرف لماذا كان قياس قول القاضي؟ أيوه في نعم أحسنت، لأنه جوز نسخ القرآن بالآحاد، فقياس قوله بل من باب أولى أن ينسخ المتواتر من السنة بالآحاد. لكن الإشكال في قوله وابن عقيل، هذا موضع بحث، موضع إشكال، والسبب أن ابن عقيل في كتابه الواضح كلامه صريح منطوق صريح في المنع، صرح بهذا يقول نمنع نسخ المتواتر بالآحاد بالعبارة التي لا تحتمل. فلعل المصنف رحمه الله لم يرجع إلى كتاب الواضح لابن عقيل أو فاته هذا الموضع، والله أعلم. ولعلنا نقف عند هذا الموضع، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.